انا يعني طلعت يعني طلعت حسيت ان ليا مكرر لي زي ما انت بتمسك لحاجة زي دي. انا بمسكها عادي زي كده، بمسك القلم وبكتب كان يديا بالظبط. بشتغل على المكنة وبعمل كل حاجة لوحدي. أنا بعمل هدومي بظبطها، بشتريها مش بظبطها، أنا بظبطها ليا ولأخواتي ولو الجيران. الخياطة مش مصدر دخل عشان في ناس كلها بتشتري هدوم جاهزة وكده. أنا بشتغل بس نفسي حد يعني أشتغل حكومة، شغلة حكومة وظيفة فيها دخل ثابت. فأنا نفسي أتوظف يعني تبع 5%. المدرسة خالص، أنا أخدت شهادة محامية ودخلت المدرسة سنة ستة الامتحان، يعني أحتمال أكمل يعني في المدرسة. أنا نفسي أعيش في مكان غير هنا يعني، غير البيت ده يعني، أو الدنيا بحس إنها تبقى حاجة مريحة يعني. شايف البيت حتى مش كويس، إن أنا أتحرك براحتي يعني، في بيت نظيف وكده، فهتبقى الحركة بتاعتي أسهل من كده. ما هو البيت، نفسي البيت يتبنى. طول ما عنديش اخوات ولاد، من 3 بنات ومتجوزين. تعب سرعة، ربع ساعة وجاية بالظبط، مش هتأخر سرعة.